فهنلتزم طبعا كلنا بالاجراءات الاحترازيه اللي حددتها الدوله وحددتها كمان وزاره الاوقاف، وقالت ان نفس الاجراءات اللي تم اتباعها في عيد الفطر هيتم اتباعها ان شاء الله بعد بكره في عيد الاضحى. مفيش صلاه في المساجد ولا في الساحات العموميه امام المساجد، حتى المساجد لن تفتح اطلاقا في وقت صلاه العيد، لن يسمح للائمه ان هم يدخلوا ولا العمال ان هم يدخلوا، فقط هتكون الصلاه في مسجد السيده نفيسه وهتنقل على الهواء مباشره، وكلنا طبعا هنتابعها ونقدر زي ما صلينا كده صلاه العيد عيد الفطر او زي ما بنسميه العيد الصغير، زي ما صلينا كده في البيوت الصبح في نفس التوقيت، نقدر كمان برضو ان احنا هنصلي ان شاء الله بعد بكرة صلاة عيد الاضحى كذلك برضو في بيوتنا ان شاء الله وربنا يسلم. خلوني ارحب بالدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الاوقاف والمتحدث الاعلامي لوزارة الاوقاف. يا دكتور عبد الله اهلا بحضرتك وكل سنة وانتم طيبين. اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وكل عام وسيادتك بخير وكل المشاهدين بكل خير وصحة وسلامة وعافية يا رب. الله يخلي حضرتك يا دكتور عبد الله. انا حاولت ان انا اقول بعض من الاجراءات ولكن اكيد عند حضرتك اكتر، ولكن بناكد لن تفتح المساجد لصلاه العيد، لن يتم السماح بساحات الصلاه امام المساجد، مش كده دكتور؟ نعم يا فندم. خليني اقول لحضرتك ان بناء على ما ارتأته لجنه اداره ازمه كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها الاخير، باذن الله تعالى سيتم نقل صلاه عيد الاضحى من مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها، وده هيكون بعدد محدود من العاملين بالاوقاف على غرار ما تم في صلاه عيد الفطر المبارك، واقتصار باقي المساجد، يعني باقي المساجد هتقتصر على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر اذاعه القران الكريم، ولكن دون حضور لمصلين او مكبرين. سيكون الاقتصار على العمال المكلفين باذاعه التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين. تمام، يعني مجرد بس المسجد هيتفتح، العامل يدخل يشغل على اذاعه القران الكريم على المكبر الصوت عشان نعم. واحنا الصبح في بيوتنا نسمع التكبيرات ونصلي بقى في البيوت باذن الله تعالى. طيب في حال مخالفه تمام على طبعا اذاعه القران الكريم، وطبعا هتكون منقوله على التلفزيون. نعم، دعني اقول لحضرتك ان المخالفة ستحال فورا لاتخاذ كامل الاجراءات القانونية فيها، لان احنا بنقول ده حفاظا على ارواح المصلين وحفاظا على عدم تفشي الفيروس، فلازم كلنا طبعا نكون متعاونين وكلنا نكون فاهمين ان ده اجراء لازم كلنا نتعاون فيه من اجل ان تمر هذه الازمة بسلام ان شاء الله. والله اسال ان يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة يا رب باذن الله تعالى. طيب دكتور عبد الله وحضرتك معانا، يعني بالمناسبه هل في موعد محدد لبدء عوده صلاه الجمعه ولو حتى بشكل تدريجي ولا لسه؟ خليني اوضح لحضرتك من جانب اخر، معالي وزير الاوقاف درس اليه وضوابط العوده التدريجيه لصلاه الجمعه مع الساده مديري المديريات، وباذن الله تعالى مع اول اجتماع للجنه اداره ازمه كورونا في اول اجتماع ليها بعد العيد ان شاء الله سيكون بين يدي لجنه اداره ازمه كورونا دراسه للضوابط واليه عوده التدريجيه لصلاه الجمعه باذن الله تعالى في اول اجتماع للجنه اداره الازمه بعد عيد الفطر المبارك باذن الله. طب ده خبر طيب جدا وخبر مفرح، بنشكر حضراتكم عليه. يعني هل في تفاصيل عن الدراسه دي او في اي ملامح ليها؟ استاذ عمرو خلينا نقول لحضرتك دعنا ننتظر ما ستنتج عنه اجتماع لجنه اداره ازمه كورونا ان شاء الله مع اول اجتماع باذن الله تعالى بعد عيد الفطر بعد عيد الاضحى المبارك باذن الله. طيب طيب نحترم ذلك، نحترم ذلك بكل تاكيد. دكتور عبد الله حسن مساعد وزير الاوقاف والمتحدث الاعلامي باسم الوزاره، شكرا جزيلا لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. خبر كويس جدا وخبر مفرح، يعني اهو ان في دراسه زي ما بيقول دكتور عبد الله اعدتها وزاره الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ومسؤولي الوزاره، تصور على مره اخرى ان شاء الله عوده صلاه الجمعه
طبعا ده هيعرض زي ما قال دكتور عبد الله على لجنه اداره الازمه الخاصه بكورونا التابعه لمجلس الوزراء في اول اجتماع ليها بعد العيد، فنتمنى ان شاء الله ان يتم اتخاذ اجراء فيها اذا كانت هذه الاجراءات كافيه، واذا كان ده يضمن يعني ان الامور تمشي بشكل سليم للحفاظ على صحه الناس ومنع انتشار العدوى. اكيد في لطف كبير يعني، وفي فضل كبير ان الامور عدت حتى الان يعني بهذا القدر، ما تحولناش الى سيناريوهات أسوأ او سيناريوهات اخطر من ما تعرضنا له الشهور الماضيه الحمد لله. فنتمنى يعني ان احنا برضو نكمل على ده لحين ما يعني تنكشف هذه الغمه تماما ويذهب هذا الوباء تماما يعني.